وللتعليق على تطورات الأوضاع في أوكرانيا معي من كييف الدبلوماسي السابق المتخصص بالقانون الدولي فاديم تروخان. مرحبا بك معنا في هذه النشرة من RT. وأرحب أيضا بضيفي من واشنطن المحلل السياسي أستاذ أحمد فتحي. مرحبا بك معنا في هذه النشرة. وأيضا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول عمار قناة من القرم. مرحبا بك معنا أيضا في هذه النشرة من RT. لو أبدأ مع سيد فاديم تروخان من كييف، لماذا برأيك نرى استمرارا في المواجهات في المناطق الشرقية الأوكرانية رغم حديث الرئيس الأوكراني الجديد بورشينكا عن رغبته في إيقاف العنف؟ مساء الخير، وأنا سعيد أن أكون على روسيا اليوم لمرة أخرى، وأريد أن أقول أن الرئيس بورشينكا ذهب إلى الانتخابات على أنه يريد أن يحل هذه الأزمة، ولكن بنفس الوقت عندما اتفق مع الرئيس بوتين في فرنسا وعلى أنه جرى أيضا تصعيد الوضع في نفس الوقت في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، ولذلك فإن الرئيس بورشينكو يقف أمام تحدي يواجه أوكرانيا، فهو يحاول أن يحل هذه الأزمة بشكل سلمي. والأمر الآخر، الحل العسكري الذي لا يسمح له بأن ينهي هذه الأزمة فورا. طيب أستاذ عمار قناة من سيفاستوبول، هل تعتقد أنه لا مناص من حل عسكري؟ ألا يمكن إيجاد حل وسط تفاوض بين الجانبين والخروج بحل يرضي الجميع بدون إراقة الدماء في أوكرانيا؟ مساء الخير. في البداية أنا باعتقادي أنه التصعيد العسكري يعني سيستمر، ورفض الحوار يعني هو وارد من طرف كييف، وتصعيد العملية العسكرية يعني أنا نراها يعني أنه تستخدم كأداة ضغط على روسيا تحت طبعا الغطاء الأمريكي، وذلك لتخفيض أسعار الغاز والمفاوضات حول ممكن يعني عقد جديد. وهناك أيضا يعني يجب أن لا ننسى أنه هناك مكاسب أيضا سياسية لواشنطن من خلال هاي العملية، وذلك بالضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقيات الغاز بين موسكو وبين الاتحاد الأوروبي، وذلك ممكن يعني انه يعني نراه من جهة اخرى انه لإضعاف روسيا مثلا اقتصاديا، انه اظهار موسكو انها لا تستطيع تأمين وصول الغاز للروسي الى اوروبا. وبالنسبة للرئيس الأوكراني يعني الحالي، هو لا يستطيع يعني اتخاذ أي قرار حاسم بأي قضية ما، وذلك لأنه رئيس جمهورية برلمانية رئاسيا طبعا تبعا لدستور عام 2004، وهو لا يعني وبدون أغلبية برلمانية ليس بمقدوره السيطرة على الأوضاع الجارية، علما أنه أيضا لا يمتلك حزبا قويا يعني يدعم مواقفه السياسية في الشارع الأوكراني. وفي الفترة الأخيرة يعني لاحظنا بروز المواجهات مواجهة بينه وبين حزب الوطن المتمثل بيولا تيموشينكا، والتي تمتلك الآن تقريبا جميع مفاصل السلطة بما فيها يعني وزارة الداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء. وباعتقادي يعني هو رئيس يعني ممكن اعتبره أداة أمريكية جديدة لإنعاش الساحة السياسية الأمريكية. على كل حال أنت قلت كلمة مهمة أريد أن أستوضح ضيفي من واشنطن فيها، يعني هل لواشنطن مصلحة في عرقلة الوصول إلى اتفاق بين موسكو وكييف بخصوص الغاز؟ المشكلة والضغط ليس موجود من ناحية واشنطن باتجاه كييف أو باتجاه أوروبا. الحكومة الأوكرانية يعني مطلبها مطلب عادل، هو تخفيض السعر للوصول إلى السعر السابق اللي هو 268 دولار و50 سنتا لكل 1000 متر مكعب، وهذا بالمناسبة هو نفس السعر الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الروسي. وأنا لا أفهم من الناحية الاقتصادية كيف أن يمر أنبوب الغاز الذي يصدر إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وتقوم أوكرانيا بشراء الغاز الروسي بسعر أعلى مما يباع في أوروبا.
اين اين الناحيه او الفائده العائد الاقتصادي؟ طيب اليوم ما قاله ربما اليوم استاذ احمد فتحي ما قاله الرئيس بوتين، قال نحن عرضنا عليهم الابقاء على نفس الاتفاقيه التي كانت مع الرئيس يانوكوفيتش ورفضوا ذلك. هل كانت الحكومه الاوكرانيه تدفع 268 دولار؟ يانكوفيتش وقع على اتفاقيه بسعر اعلى من ذلك وحصل على تخفيض اضافي من روسيا. يعني يجب ان احنا نعود للعقود، لعمليه العقود اللي هي موقعه بين غاز بروم والحكومه الاوكرانيه السابقه او الـ يعني اللي هي انتهت في عهد يانكوفيتش. طيب ولكن هذا كلام هذا كلام مهم، ربما يدفعنا للتساؤل في حال عدم الاتفاق، ضيفي من كييف استاذ فاديم تروخان، في حال عدم الوصول الى اتفاق بين موسكو وكييف حول سعر الغاز، والذي ما زالت كييف تعتقد بان موسكو يمكن ان تبيعها الغاز بالسعر السابق 280 دولار، يعني في حال عدم الوصول الى هذا الاتفاق بين الجانبين، ما هي الخيارات؟ ما هي الأوراق الأخرى التي يمكن أن تلعبها كييف؟ أوكرانيا متأثرة في آليات السوق، وإذا لن تكن هناك هذه التخفيض الذي جرى من قبل روسيا ب 100 دولار، فإن أوكرانيا تريد أن تحصل على عقد جديد الذي يمكن أن يحدد هذه الأسعار ونفس الطريقة التي تقدم فيها روسيا الغاز إلى الصين. نعم. بحوالي 350 دولار. فكيف يمكن الحديث على أنه يجب أن يباع الغاز ب 268 دولار؟ فنحن نرى على أن الجزء السياسي لتمديد هذه العقود فهو لاستخدام الوقت فقط، فإن الاتفاق جرى رفضه من قبل روسيا عن طريق مخالفة كافة الحقوق التي تابعة لأوكرانيا في هذا الموضوع. أما ما سمعته عن أن بوروشينكا لديه أو الولايات المتحدة لديها سيطرة على البرلمان وعلى الحكومة فهذا غير صحيح، ونحن نعرف على أن الحكومة والبرلمان وهو تشكل وحدة كاملة وتحاول أن تسعى لخلق السلام في أوكرانيا، والأمر الوحيد الذي يمنع أن يتم السلام في أوكرانيا هو مساعدة روسيا للانفصاليين الذين يذهبون بالمئات إلى الأراضي الأوكرانية ليقوموا بعمليات إرهابية. دعنا نستمع إلى رد حول هذه النقطة تحديدا من ضيفي من سيفاستوبول الأستاذ عمار قناة. هل فعلا أن ما يحول دون تحقيق السلام في أوكرانيا هو المساعدة الروسية للمناهضين لكييف، دعاة الفيدرالية كما يقول ضيفي من كييف؟ أستاذي الكريم، يعني في الفترة الأخيرة يعني كل من يعارض السياسة الأمريكية أو يعارض ما يتبعها أو سياسة مثلا كييف يصبح إنسان أولا غير متحضر وإنسان إرهابي وانفصالي. يعني أنا باعتقادي أن العالم كله يعني لقد سئم يعني من هذا الطرح. يعني هناك أمور يعني موضوعية يعني ممكن النظر، لكن يعني ما بيصير لأي إنسان يعتبر مثلا 5 مليون مواطن يعتبرهم إرهابيين، أو أنه بهذه الإعلام يعني الموجه من قبل الإعلام الغربي يعني أنه روسيا تحارب يعني في ضد الجيش الأوكراني. إذا كانت هذه حقيقة فلماذا إذن يعني الأعداد الكبيرة من أفراد الجيش الأوكراني الذين لا يريدون يعني المحاربة ضد الشعب الأوكراني في المناطق الشرقية؟ فطبعا هي يعني تعتبر مبالغ. هل بوروشينكو جاد فعلا في فتح ممرات إنسانية في المدن المحاصرة؟
نعم أنا أعتقد يعني، وإذا يعني ننظر لمسألة الممرات الآمنة، يعني من أول من طالب بها؟ طالبت بها الجهة الروسية، أول من طالب بها لافروف، والآن نعم. يعني هو ممكن أن يقدم عليها، لأن الوضع الإنساني في المناطق الشرقية يعني بدأ يعني يصبح كارثيا، فلذلك هو يعني مجبر، لأنه نحن نعلم أن الشارع الأوروبي الآن بدأ بالتحرك، وحتى يعني الشارع الألماني، وقبل يومين يعني سمعنا تصريحات داخل البرلمان الألماني إنه يجب يعني تحديد السياسة الألمانية والضغط على ميركل يعني بحيث عدم. على كل حال يعني في هذه النقطة الموقف الأوروبي ما زال متباينا فيما بينه وبين الدول الأوروبية المختلفة وأيضا مع الولايات المتحدة، وهنا أريد أن أتوجه بنفس ربما سؤال في هذا الموضوع لأستاذ أحمد فتحي من واشنطن، لماذا برأيك هذا التباين في المواقف بين الدول الأوروبية وبين أوروبا والولايات المتحدة بخصوص الأزمة في أوكرانيا؟ جزء منها لاستثمارات، مثلا دولة مثل ألمانيا لها استثمارات ضخمة في داخل روسيا واستثمارات روسية في داخل ألمانيا، فهنا يوجد مصلحة متبادلة. وإذا وضعنا فوق كل ذلك، فوق يعني حزمة الاستثمارات المتبادلة، موضوع الطاقة وتمويل ألمانيا بالغاز، ألمانيا دولة صناعية كبرى، احتياجها لمصادر الطاقة لإدارة العجلة الصناعية المهولة في بلادها شيء أساسي، كذلك الوضع بالنسبة لإيطاليا الذي تعتبر الطاقة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، هم أكبر الأصوات أو يعني الكتلة المعارضة الأساسية في داخل أوروبا، ولكن نرى دول مثل فرنسا، مثل هولندا، مثل بولندا على الحدود الأوكرانية، مثل المملكة المتحدة، لهم موقف مغاير، وهو ليس يعني أنا أرجو أن احنا نتخلص من تيمة إلقاء شماعة المشاكل على الولايات المتحدة الأمريكية. وأحب أوضح لضيفك الكريم من القرم أنه لم يذكر في الإعلام الغربي أن 5 ملايين مواطن روسي على الأراضي الأوكرانية أو في القرم هم إرهابيين. أنا هذه هي المرة الأولى التي أسمعها نقلا عن إعلام غربي، هذا لم يحدث يا سيد الفاضل. ينظر أنه لهم حقوق، مجموعة إثنية متميزة لها حقوق في ثقافية، لهم يعني هو ربما ضيفي تحدث عن ربما أريد أن أوضح هذه النقطة. أستاذ عمار قناة، ربما أن توضح أنت بنفسك، تفضل. أنا النقطة التي قلتها هو يعني مسألة بالقانون الأوكراني، يعني تعتبر 5 مليون مواطن أوكراني يعتبروا يعني انفصاليون وإرهابيون. أنا لم أقل المواطنون الروس، أنا قلت يعني أنهم يقولون في الإعلام أنه هناك يعني جيوش روسية تحارب، ولكن الاتهام هو موجه للمواطنين يعني لأهل الدنباس بأنهم هم يعتبرون انفصاليين. أنا لدي سؤال أخير قبل أن ينتهي وقت هذه المقابلة، أريد أن أعطي لضيفي من كييف أستاذ فاديم تروخان، هل الرئيس الجديد بورشينكو اليوم قادر فعلا على إنهاء هذه الأزمة؟ كان قد وعد بإنهائها خلال فترة وجيزة. أولا نعم أنه لديه القدرة، ونعم أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب هذا الدور، وإذا أن روسيا رفعت يديها عن مساعدات الحربية فهذا ممكن، فلذلك فإن يمكن لكل الأوكرانيين أن يعيشوا معا والتخلص من كل المرتزقة والإرهابيين. إلى أين ذهب هؤلاء المرتزقة من روسيا؟ أنهم ذهبوا إلى أوكرانيا، ونحن نرى على أنهم يعملون في هذه المناطق وهم يعملون على الأعمال الإرهابية، وأما الجهات الأخرى الذين يحاولوا أن يذهبوا أو يتركوا مناطق المعارك
يلجؤون باتجاه المناطق الأوكرانية، فعدد كبير منهم قد ترك تلك المناطق ليلجأ إلى أوكرانيا. ولماذا روسيا تقوم بالمساعدة لهؤلاء المنفصلين؟ أنت ما زلت تراهن على الحسم العسكري للأزمة، هذا ما فهمته من كلامك. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من كييف فاديم تروخان المحلل السياسي، وأذكر أيضا ضيفي من القرم من سيفاستوبول عمار قناة الأستاذ في جامعة سيفاستوبول، وأشكر أيضا المحلل السياسي أستاذ أحمد فتحي كان معنا مباشرة من واشنطن. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معي في هذا الحوار من RT.